مستضافينكم الفنانة الرقاية. الفنانة الرقاية اللي قايلين احنا انها على المستوى وحسها زي انا متأكدة منها. لا تقول ما قايلين ندرك بعد قاعة اولا تسمعي المشاهدين شي لين مثلا تنهوا ليهم راني عدو ادخل الحوار. لا اله الا الله. لا لا اله الا الله. لا اله هذه ما يجد حد يقولها في الفن اربع مرات. ما هو انا اله الا الله فزت بالفني وشدوت بالفني فزت بالفني وشدوت بالفني. فانت ملكة الفنون وانت ملكة الجمال يا رقاية فخري. الرقاية هذو كلمات زين حتى تبارك الله. هذو من قايلهم لك او كلمات قايلهم لي انا الشاري ساعد ان مهرجان قال مهرجان الحمدانية معدل في الخارج. اول سؤال في هاي الحلقة لا يطرحوه على الفنان الرقاية هي انها تعطينا بطاقة تعريف عنها. بطاقة تعريف شنو؟ انا ماني جاية بالادارة لين حد الكردان ديتاج. لكن تسمعتني بما عندي كردان ديتا اللي اني انا لين نقول الجمهور عليني مأيدتهم وعليني شاكرتهم. انا في خليك الوعر الكفرة. الفنانة ما فهمتيني. السؤال هون هو انك تعرفي المشاهدين فيك. انا فهمتك تعرفي مشاهدين القازك ابتدوك وقالوا لي الفنانات اللي استضافهم دائما انك تلقز لهم بس ايل تكليك ما انك متنسوي في حقيقة. فهم إيه ما هو عدم التنسوي. افهمي افهمي الفنانة يا اخي النوع من الضحك. قلت لك اطفل لي صور منه اطفل لي صور هذا الشيء قلت لك عجيب تصوير لكن لكن ما عاد قلت ما في روحي تابع. قلت لك الفنانة ومن درى شنو كان شعور الناس جاليتنا في الحمدانية هذه كان مستقبلوك يا كان هم اعترفوا بيك. لا يا نار اهدتهم ايديك بيت خضي ايديك بيت وقت ناقل الارياب طاعتني ايضا تمشي اتنهت مع اتنهت 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 في الخيام وين مشيت بكر. لا اله الا لا اله الا خوي لا يتكفي خضيني يا يتكفي. لا شك لا شك على المشاهدين هذا اطربهم ليه لي انا اطربني قاع انا شخصيا. لا انت تقول الشو خليني نقول لك خارج نوع هون من المجاملات تقول انت. ولا شك على ان المشاهدين مشاهدين انا يعرفوني ولا انت محتاج تقول لهم فني انا ولا تقول لهم اني انا صوت عجبهم الله ما عجبهم عاجبهم بويا حق والله ما يحب عاجبهم في الثامي وعاجبهم في العلاس وعاجبهم في العيال ولا محتاج انك تترم حيلي مشان كرافتك. قلت لك من درايك كانك يا كانك بمناسبه اليوم العظيم اللي هو عيد الفطر كانك قلتي شور كانك عدلتي انتاج جديد نبغوا باط نعرفه وتقدمي للمشاهدين ومالي. والله ذا يوم عظيم. أنا قالوا النعناع موسم هذا يوم عظيم اللي تقول وانا دائما دائما نقول فيه الاشوار العظيمه به اليوم عظيم. المره اللي فايته قال لي رمضان باطل فايته اليوم العظيم عدلته في الخارج وترى اني عدلته ترى في دوله في دوله في دول منها ودول الخارج. لا ما لا لا داعي ذكرها بك انت الدول ما كنت مفتوح فيها ايش يسالنا فاهم. قال لي واحد قصيده في هذا اليوم الجديد يكل النحر ويذبح الكبش في العيد يذبح اللحم. قلتي قلت يذبح اللحم هو يذبح الكبش في العيد. انا القصيده انا عرفتها ذي اللي قط قريتها في التاريخ. راك سمعتها في رشيد يعني. يذبح الكبش ويكل اللحم في هذا اليوم اليوم الجديد. اخويا خلع تعرف صديق بيني معاه ارتباط عشيب هني ميراس اني هوني مشي للصور وانا مولي مع شبابي هو فاهم. قالوا قالوا لا بد من لا بد من الجسوم ومن شيء جيت في الطيار ما نساه جينا نهار احنا جينا نهار حامي والله بعرف جينا نهار حامي جينا تقريبا انت تروازا رمانكاب فاهم. اذا جينا تروازا رمانكاب لا تسمعتني به.
ليش انا تعرفت رواسي رمانكا لك تسمعتني به قالوا علن يانا لابد منه لابد قالوا تعرف علن يانا لابد منه العود انا تعرف انت يا الورانية قالوا انهم لابد من يسبقوني في الطائرة بيه لي خوخو يا خلا لا يترقان ولابد اني من الشيء ذو بيت يخلع تميرين ان قالنا منادم الطيارة بعد قليل الله تنزل معجيزة قالها بشكل ناقم عشيب فهم ذوقي النوع من الصحافة ما هو كيف صحافتكم التومة لك ما الصحافي لك مضيف الطائرة اللي هو بعد قال هنا في بيان كيف البيان هذا اللي يخط فهم ومنين عداومني قالت الناس كر يدنا لقايا يشير قدامه وقلت انا مقطرة ويدر قدامي قاعدة هنا قادر قدامي تمرين نزل الطيار قال ان حالة الطقس انها حامية نقلت لا بكني نقلت مانا السهل هو لي طيب شو شحشع لا بسايك خوخو يخلع لا حورة عين يا ولد بوي شفت مزي جاي من قوام من هذا المطلع يدو يا نايني يا نايني يا نايني لا البت ما يقول له اخو يخلع اي من وجابونا لوتن حسين عالم مولانا يا عشان وقدر اللي يجيبونه هو حلا يشتاق له طب وراش ما بقى والله وبنانه والله جينا قلت لك جيب لنا لوتلات عن مجاج فم ما قبضناه قبضنا مجاج ثاني انا مانا الديب ما بها رد ما يديب هاتونا التقديب ما بقر ما يديب وانا مالي الله انا مالي يديب انا مالي الله انا مالي يديب ما بحدك لا نرجع للمجال الفني دائما معاك المجال الفني يا اخويا من حكي هاي من درا نقبل الملح في البيضه قلتوا قلت لي نقبل هاي الخضر ما هي ليش كنا على راسي ابدا ها بالي لا بالي قلت لك لا نرجع للمجال الفني شوي من درا كان كذا العيد اللي هو عيد الفطر هذا اليوم العظيم اللي كان قط برك كان بركت عليه شور والله كان مالي قط مالي قلت لك شوار في لاني قط قلت لهم في الشهر اللي هو لا تسمعتني به غير ما اللي قلت شوار ثاني قلت له عيدي قالي شهر ثاني قط شتوت الفزر قط شتوت قد تحاكي انت قد بعد ما حقني يا قاري والعيد خلاني قاعد دين حالي كذي عن سوالي طبعا انه السحور قولي معايا عيد يقال قلت عد معايا في الفرقة للأسف واحد يا قاري بعد قلت بنشط معاك البرامج ونقدم معاك ماذا مشكلة فكوين صدخلت قد الباس أولادي هما وعيالي عيد يقال عيد يقال في المرصى وعادت فم الناس تجبالي بس اقتروالي عيدي قال قال لك اخويا خلع في المهرجان اللي يعدل في طنطا للشور وبركو اخويا خلع اخويا خلع مقني والراي سعيد مش شعر مقني قلت لك وبالنسبة للشور قلت لك فيه قابي ما انه اجتماعي قلت لك بعض فيه قاف ندورك تقولي قولي في العيد خلاني قاعد دين وحالي يكفي عن سؤالي في العيد خلاني قاعد دين حالي يكفي عن سؤالي العيد قال ولا تعرفت الشارع ليه جات الديانة خلالي قال امك يا انا ذوقي ذوقي اللي قاعد ولا تعرفت شوق دين جات الديانة الفنان هذا زين حسن تبارك الله ورك نبقوك إلى عدتي قط طورتي أغنية شنو من درى شنو شعورك لين تسمعي مثلا أغنية موريتانية مطورة كيف انت عندك كاردين وعندك تيدينيت وعندك الجيتار يا دلع يا دلع يا دلع بين الحلمي
ندلع يا دلع يا دلع. هاي اغنيه قالت انا في المهرجان وعجبت الناس فاهم. قلت لك هاي مطورتي انت. والله اللي مطور كلمات قاع كلماتي انا ولا حل لحن انا. وش تقول كلمات امي؟ والله 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 امانه يا امانه امانه يا امانه امانه يا امانه مرعب دم وجبها جايرها بعدنا ولا لا يحفلها وكون انت يا وانا امانه يا امانه امانه يا امانه ما ترى عيني نقول معايا الرقص الهماردين تعرف في المهرجان والله الا معايا الرقص الهما ذاك الصرخ تي راك تلفت على خويا وقلنا حنيني قبل خوك لان اطرح لك لان دورك تقولي انه موال قد سمعت المواويل العرب هذو والله والله ودورك تقولي انه موال والله شي والله يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني اهلا تعرف قلت يا ليلي يا عين ترى اني قلت قالوا ناش يا مصابير بالصحة. قلت لك الفنان الفنان عمر عنده موهبة. عمر خوي ما هاي تعرف فيه خوي ويعرف تعرف الله يقن الراقص لكن تسمعتني بيه وانا قاعد انا تعرف الله داير داير تحتي ما نبقي تعرف يمشي عني بعيد بيلي ساعدني بياسر من الامور فاهم وساعدني بياسر وكذا قد يردي نبقيك يا عمر تقدم المشاهدين شي عمر لا 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 اخبار المقيانة واحدة يا عز الله اخبار المقيانة واحدة لا 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 هذا قبري الزهر من البو عندك قولي قولي تكتني أنا قبل الزهر من البعزين سلام هلا لا 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 على يخطر عمرك يا أباهم يا أباهم يا أباهم يا أباهم يا أباهم يا أباهم يا الله يا الله يا الله يا الله أنا أبويا يا قوي أنا أبويا يا قوي من قيدات جبرت تنزال الله يا الله على صابي والصبي على ملة أباه يا الله يا الله أقول أنا قايل لك بعد أنت والرقايا قاع معاه أنا قايل لك بعد أنت أنا قايل لك بعد أنت والرقايا بعد معاه على شلت يداك أنت الرقايا على شلت يداه على شلت يا ظالم مخي أنا وحدك يا ظالم على شلت يداك أنت والرقايا على شلت يداه أنا مرعب أني راجل ذيك ضمير يداه ضمير متحرك يوقع حتى للوقع ماشي زاد الصحة قلت لك ماشي قد سمعت انك مشيتيها وناديتي المهرجان في الخارج وانك مشيتي مقوطرة والله انك وقفتي وتكبيرها ومشيتي فيها والله شيء هاي سمعنا هم في الوساط الفنية يا عجب انا شاعت يا عمر حبا ما قلت هذا قلت لك انا دورت شيء ليك مهرجان قطيك ساعة وعدل وقيمة ايش ساعة وعدلت منين شيتانو؟ منين؟ معدل في الدول الخارجية. بيانا عست المهرجان بشيتانو أخويا هذا مقوطري. يلحقنا تقريبا الحكمة هاي الوقفة هاي التالية 50 كيل. تلقاو بينا في أمريكا ميون ماشي معانا جورج مايكل وماشي معانا وردة وماشي معانا بابا الهيشاي صاحب. قدر من النجوم. ألفا بلوندي وماشي معانا الشعراء منهم إبراهيم ومنهم الخفجي. لك تسمعتني بيه والجماعة كاملة ماشية. ملحقنا تقريبا 25 كيلو من هون مشاونا لكميون هما انا لكميون ترى جايين كانوا جايين من الشوره الشوره كيف داخلين وجهنا لهم مرسول عليهم مصدومين الله الله الشوره القميه قاموا بين الكميون وعندنا يكسع عندي شي من بور يابس داكتو ومعايا الشعراء تعرفون كل مهرجان زين وحنا ما يفوتنا فيه اللوح وفيه الموسيقى تمنا ماشيين لحقنا بيدين قال له القفزيه هما انا الحجاج جايين عجبا قالوا لنا انتم اخباركم داخليكم العطاش لانهم احنا واعدين المهرجان المعدل في القمه الحجاج لقيتوهم الحجاج لقيناهم وقفونا القفجية وقفونا وسقاونا من ماء وزمزم وتعاطينا احنا هم التحية محسنين كمفرطسين كاملين لا تسمع العليات تعدى ورينا لا الرجال لا تسمعتني بيه السالم احنا هم وتعدينا من درا كانك لقيتي فم حد من كبار الشعراء هذو العالميين كيف نزار قباني كيف احمد شوقي لقيتهم كاملين احنا نزار قباني طه حسين احمد شوقي حمدي ابراهيم ابوي الجيل وكامل لقيتهم هناك تسمعت نبي الافريقيين كامل مرة كان قط قال لك حد منهم كلمات والله قال لي الشاعر اغنية صوتك صوتك القادم من خلف الميكروهاتك
صوتك القادم خرب الميكروهات سكب النار في قلبي فيا رقا يا أم خريج فأنت مليكة الفن والفن لك واردن بدلاتك أي بدلاتك أي بدلاتك للناظرين ناظروا يا لهاي القصيدة وافتخرت بها لا أيهم 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 واحد من الشعراء شنو هو موقفك من الفنانات الفنانات كل رجاش عنده فنه وما عندهم فنهم وإحنا عندي فني مثلا إني شابر معاهم السالم معاهم الروح للروح ومن يعطيني بكتابهم مثلا أحنا نرعيهم هم ما يرعوا ما يرعوا فيانا ما يلهدوني وأنا ما نهولهم في النهاية مشاهدي الأعزاء دور الفنانة تقبلوا لنا شعر مضبوط من عندنا لا ينوفاو لا هنا نقبل لكم شعر مضبوط من التراث الوطني في البياض قالت الفنانة عنه الله يا الله ولا هنا نختتموا به إن شاء الله الله بسم الله أزرق يا العقل لك انت لام لام من حزمك هاك كزولة تنم نور تتيا إيسا أممون تنم نور انا نور تتشرايم هورت انا نور انت انا نور هات تتيام احد فنان هذا ما يجي ما يشرى اما نور انت انا نور ويا الله لي انا يا باب رنكا يا باب يا العقل حمد مالك دم ذاك يا الله لي أنا يا باب ننكا عقب تسدارك بالدنكا يا الله لي أنا يا باب وزرق عينك وزرق عينك لكن بقيات ما في البنانة هي الشعب تعرف عدنا رمص بوبعية تابع يا الله لي أنا يا باب رنكا والبلاح حبقى للعرات يا الله لي أنا يا باب وزوين وحكا ولا شكا يا الله لي أنا خلطت ذات البلاء حزين وحكا يا الله لي أنا يا باب رنكا يا الله لي أنا يا باب رنكا والرقة للذق بلا مزروح يا الله لي أنا يا باب رنكا ما هنيتي ما هنيتي لين عدت انا صحافي ومعدل مقابله معاك عدت ردي ونتنهول لا تبارك الله معجب بك حتى ومعجبين بك المشاهدين ما كنا عندنا عنك نبذه يا قارضه تبارك الله بدانا يا كامل لكن الجمالات درك لا عاد عندك كلمه ترجع لنا لذوك الارقاص والمجاملات سكنهم خليك توفي برنامجك بصيفه عاد يوتوب نبغوك لا عاد عندك كلمه اخيره توجهها لجمهورك والمشاهدين نختار نشكر نشكركم انتم اهل الاعلام نشكر المصورين خصوصا اللي صوروني وشاكرتهم على كنت نختار نقدم لهم أغنية شين قال التصوير قال المرة الجاية الألبوم جاي جديد إن شاء الله وندير نعاهدهم اللي ندير في أغنية للمصورين إن شاء الله وشاكرتهم وإحنا هذا الصحافة المقدمين ذوي وشان جاب لطف العادة التالي ذاك التالي صورنا وكلا مصور عمال كاملين سياني زملاء زملائنا وارك لا نوادعوكم معاه هو عنده طرع مرات لا والله يا سيد معانا والسلاجه يفرشينا اتنشط قول لهم هي بارك لا نقول لكم تحيات
من درى كان اخوك هذا بارك ولا ما هو بارك؟ الله دبرت فتيلا يا ربي بارني ولا يحرك عني ولا لقيت له اسمه فتيلا يا ولا عندي علم المره جاي سان زر علم خبط لي تاوار كدا يرد الطبي عدل فيه معجزه ترقص الطب نوع من الترقاص يفكر يا قد مره جاي الشاب هذا علم الجيتار كي اللي ما كان قاعد بينا ضيق الوقت نعم يعني رقص الطب يا قاعد بينا ضيق الوقت فاهم؟ نظرك شاكرين الفنان الرقاي وشاكرين اخوها عمر الله يسلمك.